مشاهد الكرام، أوبيلا ممتازة يا أوبيلا، والتحضير بعد ذلك لريتيري. ماذا يقول ريتيري؟ ماذا يقول لوجود اللي خطأ في هذه اللحظات؟ هو بالتالي تبعد الكرة بهذا الشكل، يلزم الانتصار اليوم يا الحسنية. الملوكي وحده، الملوكي عليها يا الملوكي، عليها يا الملوكي. والمتابعة بعد ذلك من الحارس نغوبو، هناك لاعب أجنبي، طبعا لاعبان أجنبيان في تشكيلة فريقي. المدافع مرة أخرى، ترجع أوبيلا، يعكس أوبيلا الراسية، لكن وين؟ وين الراسية؟ مباشرة إلى ضربة مرمى لفائدة الحارس نغوبو. هذا هو أيوب صديقي، يلعب كرة للقاسمي، القاسمي مر، وماركوفيتش في خطأ. حكيم يكتفي بالإعلان عن الركنية من جديد. أتمنى من حسنية أكادير يستفيد من وبعدي بسرعته، وبعدي مر، بعدي الأرضية، الملوكي جول. أول فرصة لحسنية أكادير، الملوكي كان قريب من هزه قبيل الدوري المغربي، وشارك بعد بدوري أبطال أفريقيا في الأدوار الملتقى. سنتابع هنا الضربة الحرة مرفوعة داخل المنطقة، لكن لتنفيذ هذه الضربة الحرة هنا تلعب الكرة. عبد الرحمن في المكان المناسب، برافو برافو، هذا عبد الرحمن أكادير، هنا ملعوبة في المنتصف التسديدة، ولكن بعيدة بعيدة. يعرف كيف يتمركز، يعرف كيف ينتشر، خطيرة مرة جانبية. أوه كونتي كاد يفعلها لحسن الحظ، الكرة مرة جانبا، هذه أخطر كرة. هنا متابعة، قاسمي يرفع، قاسمي الملوكي يحاول أن يحصر هذه الكرة، لكن الحكام يشير إلى وجود خطأ على لاعب نهاية الجولة الأولى. أوبيلا يرفع، أوبيلا الكرة تتحول. اللحظة اللي طالب فيها عناصر نعم أوتو دويو أو حسنية أكادير بوجود ركلة جزاء في هذه اللقطة. صعب صعب الحكم يعطيك ضربة جزاء. جزاء إمكانية للتسديدة، وفرصة أكادير يا ماركوفيتش، ماركوفيتش ماذا سيفعل؟ ماركوفيتش الأرضية، فرصة ركلة جزاء، والمطالبة بجديد بركلة جزاء تبقى أكاديرية. بعدي ماذا سيفعل؟ بعدي، لا يا بعدي، رجع للخلف ياسين إريتيري، ربما في تفكيره في حساباته، لمسة اليد تدخل في كوما الكرو، وابيا صديلة بينما الكرة العرضية. جول 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 جول، ماذا هناك؟ وضعية تسلل المشاهدين الكرام غير معقول. شعر كامل لم يحقق فيه حسنية أكادير الانتصار، بينما كرة فرصة، يرفعها لكن بعيدة، يرفع ماركوفيتش طيته للتنفيذ، الضربة الحرة تنفذ، فرصة، جول جول جول. أكدود الحسنية، أكدود الحسنية، ينسين الحوسة، إيفول كيبيرا ياسين الرامي، حتى في المرمى. وتهتز المدرجات وتفاعل مع ياسين العرضية، الطوفان الأكادير، ركلة جزاء غير معقول، ركلة جزاء غير معقول، حرام عليك حرام عليك في ركلة جزاء. كاسا تلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، فرصة الثاني، هو جول، هو جول، تنفجر الحسنية، الطوفان الحسنية الثاني، الرامي يعود من جديد، الرامي يزور الشباك من جديد، أكدود الحسنية، أكدود الحسنية، برافو ياسين الرامي في المكان والزمان المناسبين. فولكي فولكي بيهرا أقول بسخطة، بينما كورة ماركوفيتش يحصرها، ماركوفيتش البحث عن ماركوفيتش، بينما ياسين دائما الكرات في دار المدافعين. شوف يا سلام يا سلام، ياسين الرامي اللي صنع هذه الهجمة واللي مرر على الجهة اليسرى لفائدة الحسنية. الله الثالث، هو جول، هو جول، هدف ثالث يضيع بطريقة غريبة. الجهة اليسرى زوير الشوش، وبدريس بناني، بناني يرفع كورة، هذه اللحظة
كان دفع واضح. اوه في ركله جزاء. شوف اللقطه، اوبيلا حطها، وتفاؤل جميل من ياسين الرامي كيف تحرك وكيف تخلص من المراقبه. ثم الهدف الثاني، لاحظوا التمريره، ارتباك في الدفاع، مرت على ماركوفيتش ولكن لا رقابه لفائده الفريق الكونغولي. خطيره 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 في المرمى. صعبه ديال الكره، نعم صعبه ديال الكره. الفريق الكونغولي يقلص الفارق في هذه اللحظات. قلت حذاري من الارتخاء في هذه الاثناء مشاهدينا الكرام.